حتى الان لحد اللحظه هذه ولا احنا حالنا؟ هل احنا موظفين رسميين؟ هل احنا موظفين بطاله؟ هل احنا موظفين عقود؟ هل احنا موظفين على ناتريه جهاز؟ لحتى الان هذا الحكي احنا ما بنعرفه. بتروح للمسؤول فلان في اي منصب، في اي مسؤول، في اي مقام، بتروح له على البيت بقول لك ماشي حاضر، بسكر الباب في وجهه. ثاني يوم بتتصل عليه على الجوال بغير رقم جواله وبسكره. للاسف الشديد، سواء من غزه او من رام الله، انا كمواطن ما لي علاقه انت من غزه ولا انت من رام الله، ما تحطوناش ضحيه سياسيه كمواطنين. احنا ما بدنا نكون ضحايا سياسيه كمواطنين. انا واحد من الناس مقطوع راتبي من 2007 ولحتى الان لن اتقاضى اي شكل. كل مؤسسه بتروح عليها، كل جمعيه، كل دائرة حكومية بقول لك أنت مسجل على كادر موظف. أنا على أي أساس مسجل على كادر موظف وأنا لن أتقاضى أي شيكل؟ تأمين صحي بتروح بتعمل بقول لك أنت مسجل موظف. أنا مش قادر أعمل تأمين صحي على لأنه أنت مسجل على كادر موظف. على أي أساس؟ أنا الحمد لله اليوم عندي أمي بتغسل كلى، عندي أخو معاق، عندي أخت معاقة، وأنا متزوج وعايش في بيت مين بده يشربهم؟ مين بده يجيب لهم علاجاتهم؟ على اي اساس؟ انا من وين بدي اجيب لهم؟ انا كمواطن اليوم ولا شغله ولا عامله، قاعد الي من صباحيه ربنا طالع عشان تدور على شغل ب 10 شيكل، تجيب حق باكيت بامبس، حق علاج. اليوم اي مسؤول في اي دوله وفي اي منصب برضه يعطي ابني 10 شيكل مصروف؟ مصروف الشخص في اليوم برضى يعطي له اياه 10 شيكل؟ ما برضى، ابنه ما برضى فيه. ليش؟ لانه ابن مسؤول فلان الفلاني، ابن المسؤول ابن الوزير. اما المواطن الغلبان لا، بدهم يدعسوا عليه، بدهم يقتلوه، بدهم يدفنوه بالحياه. ليش؟ لانه مواطن شريف وغلبان بدافع عن وطنه، بدافع عن حقه. لو انه مواطن مش شريف ما حد بحكي معاه كلمة، لأن المواطن الشريف دائما هو المظلوم، هو المضطهد، هو اللي لازم يموت. كل يوم والتاني بتلاقي شاب انتحر، كل يوم والتاني بتلاقي واحد شنك حاله. ليش وصلتونا للمرحلة هذه؟ لأنه مش ملاقي شكل يعطي أولاده، لأنه مش ملاقي شكل يعطي مصروف ابنه طعميهم، يجيب لهم أكلهم وشربهم. واللي بده علاج، اللي بده اكل، اللي بده اي حاجه ما بيقدر يجيب له اياه، بروح بيضطر انه يستخدم وسائل اخرى. انتحار، شنق، قتل. وصلتونا لدرجه الموت في الحياه. احنا عايشين لكن ميتين. بدنا حد ضميره صاحي، عنده انسانيه، عنده ضمير، عنده دين، يطلع من باب الرحمه، من باب الشفقه للمرضى اللي بتموت كل يوم، للناس اللي قاعده بتنتحر كل يوم. ليش وصلتونا للمرحلة هذه؟ احنا ما بدنا حكي اشبعنا وموتنا من الحكي والبرم الكذابة، الوعود الكذابة اشبعنا منها. احنا بدنا فعل على ارض الواقع. احنا بدنا نشوف اولادنا عايشين مبسوطين، بدنا نشوف مرضانا الله يشفيهم ويطلع لهم. بدنا نشوف ابننا لما يطلع على المدرسة ويقول لك انا رايح على المدرسة. اليوم لما بطلع انت بتروح بتتخبى عشان ما تقدر، عشان ما حكاش تعطي مصروفك. ليش وصلتونا لهيك؟